بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد طلابنا الأعزاء أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. كنا قد ذكرنا سابقا أننا نتدارس سلسلة الحروف، وقد كان آخر حرف تدارسناه هو حرف الثاء، حيث تعرفنا على أشكاله وقرأناه مع المدود القصيرة والطويلة وبعض الصور. اليوم كذلك سنرحب بحرف جديد من هذه الحروف لنتابع. انظروا معي إلى هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ هي صورة جبن، صورة جبن. الحرف الملون باللون الأحمر، ما هو هذا الحرف؟ هو حرف الجيم، حرف الجيم. إذا درسنا لهذا اليوم سيكون عن حرف الجيم، حيث سنتعرف على أشكاله ونقرأه مع المدود الطويلة والقصيرة وبعض التدريبات. وقبل هذا كله لدينا نشيد لهذا الحرف، سأترككم مع فيديو قصير لهذا النشيد، أرجو أن تستمعوا له. بعد أن شاهدتم الفيديو سننتقل إلى أشكال هذا الحرف، حرف الجيم. حرف الجيم له أربعة أشكال، هذه هي أشكال حرف الجيم. حرف الجيم بشكله المنفصل في آخر الكلمة منفصل يكون على هذا الشكل، وفي بداية الكلمة متصل بما بعده يكون على هذا الشكل، وفي وسط الكلمة يتصل بما قبله وبما بعده، هذا هو شكله، وأخيرا في آخر الكلمة متصل بما قبله فقط يكون على هذا الشكل. الآن مثال على كل شكل من هذه الأشكال. في بداية الكلمة مثال ذلك كلمة جسور، كلمة جسور، نلاحظ حرف الجيم في بداية الكلمة متصل بما بعده أي حرف السين. أما في وسط الكلمة، ما هذه الكلمة؟ هي كلمة نجود، نلاحظ حرف الجيم في وسط الكلمة متصل بما قبله وبما بعده. أما في آخر الكلمة متصل، وقلنا هذا هو شكله، كلمة ثلج، ثلج جاء في آخر الكلمة متصل بما قبله. وأخيرا في آخر الكلمة منفصل، أبراج، كلمة أبراج جاء في آخر الكلمة ولم يتصل به شيء. إذن هذه هي أشكال حرف الجيم. الآن حرف الجيم مع المدود القصيرة والمدود الطويلة. البداية القصيرة، جيم فتحة جا، وجيم ضمة جو، وجيم كسرة جي. مع الفتحة مثال ذلك جزر، جزر، نلاحظ الفتحة فوق حرف الجيم. مع الضمة جو، جبن، جبن. وأخيرا الكسرة جمال، جمال. إذن هذه المدود القصيرة. الآن المدود الطويلة، جيم مع الألف جا، وجيم مع الواو جو، وجيم مع الياء جي. مثال على كل منها، جيم مع الألف أشجار، أشجار. مع الواو نجوم، نجوم. مع الياء ضجيج، ضجيج. نلاحظ الفرق بين المدود القصيرة والمدود الطويلة. إذن هذه المدود الطويلة. الآن لدينا بعض الصور، أسمي الصور وألفظ حرف
الجيم. الصورة الأولى ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ هذه صورة مسجد، صورة مسجد. أين جاء حرف الجيم؟ جاء في وسط الكلمة متصل بما قبله وبما بعده. الصورة الثانية هي صورة ثلج، ثلج. جاء حرف الجيم في آخر الكلمة متصل بما قبله. الصورة الثالثة صورة جوز، جوز. جاء في بداية الكلمة حرف الجيم. وأخيرا الصورة الأخيرة نجوم، صورة نجوم. كذلك جاء حرف الجيم في بداية في وسط الكلمة. وأخيرا لدينا تدريب عن حرف الجيم. ارسم دائرة حول حرف الجيم المناسب، كلمات فيها حرف الجيم بالإضافة إلى أشكاله. الكلمات هي نسيج، مدرج، جدار، شجرة. الكلمة الأولى كلمة نسيج، جاء حرف الجيم نلاحظ أنه في آخر الكلمة متصل بما قبله، وهذا هو شكله في آخر الكلمة متصل. الكلمة التي تليها مدرج، جاء في آخر الكلمة ولم يتصل به شيء، إذن هذا هو شكله. الكلمة الثالثة جدار، نلاحظ حرف الجيم ملون باللون الأحمر، جاء في بداية الكلمة وهذا هو شكله. وأخيرا شجرة، جاء في وسط الكلمة متصل بما قبله وبما بعده وهذا هو شكله. ننتقل أخيرا إلى الواجب المنزلي في الصفحة 118. سؤال تحليل وسؤال تركيب. سؤال التحليل لدينا كلمة جسر نحللها إلى حروفها، وكلمة مجلة كذلك نحللها إلى حروفها. أما سؤال التركيب لدينا كلمات محللة، الكلمة الأولى مؤلفة من حروف دال وراء وألف وجيم وتاء مربوطة، تصبح كلمة دراجة، نجمعها في كلمة واحدة ونكتبها في الفراغ. الكلمة الثانية دال راء وجيم كذلك كلمة درج، نجمعها في كلمة واحدة ونكتبها في الفراغ. إذن هذا هو المطلوب منكم بالإضافة إلى حفظ أشكال حرف الجيم. ونكون بذلك أنهينا درسنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.